ايوب. انا فعلا روحت معاه وجيت انام ما قدرتش، خدت بعضي وجيت لك على طول. ريكا تسمحي لي افتحك في موضوع؟ طبعا يا طارق اتفضل. انا طول السكه بفكر في كلام الدكتور، قال لي الرغبه القويه هي اللي هتخليك تقدر تمشي على رجليك من تاني. مظبوط يا طارق، هو قال لي نفس الكلام، وعارف ايه كمان؟ قال لي طول ما انت يائس من الحياه وما عندكش الرغبه القويه دي، العلاج مش هيجيب نتيجه. ريكا. ايه ريكا؟ مالك يا طقطق تعبان قوي؟ هندهلك الدكتور. ريكا انا بحبك. طقطق بحبك قوي وخايف قوي. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف اتصدم، خايف قوي. لو اتصدمت هتبقى دي نهايتي. مش هتتصدم يا طقطق، انا متهيألي ان انا كمان بحبك. بجد يا ريكا؟ بجد يا طقطق. يا ربي انا مش مصدق. ودلوقتي بقى هتقوم على رجليك وتمشي. يلا. مش معقولة يا ريكا، امشي؟ امشي ازاي؟ هتمشي، حاول عشان خاطر. اذا بتحبني زي ما بتقول يبقى حاول تمشي. تعال لي هنا. ايوه كده، هايل هايل يا طقطق. الله الله ريكا، انا وقفت على رجلي. احمدك يا رب، احمدك يا رب. مش هسيبك، ما تخافش. تعال لي بقى، تعالى امشي امشي. يا ما انت كريم يا رب. روح هناك. هنا؟ لا كمان هنا؟ كمان ابعدي كمان. كمان عشان اشوف هقدر امشي لحد فين.